قولوا لي اليوم صناع الفارق بين الأندية التونسية من حيث الاستمرارية ومن حيث النتائج. والله أول حاجة هي تكون من رئيس النادي اللي يوفر الفلوس وكل شيء ويجيب أكثر جوارات خلصهم أكثر بالطبيعة، كما شفنا هبط معناها المرة اللي فاتت منشور اللي فيه معناها قداش يخصوا جوارات اللي هي الترجي أكثر واحدة، بعدها الفريقي والإتوال والمستير والجمعيات الأخرين. وثاني حاجة اللي هي لونترونور اللي هو معناها يريكريتي الجوارات وكل شيء هيك عليه، معناها ديما كما نشوفوا معنا في تونس عندنا الترجي هي مسيطرة معناها على البطولة، وحتى كي تخرج ترى في الأفريق وكل شيء ديما معناها منورتنا. كيف كيف زاد الكلوب زاد إن شاء الله ربي يسهل لهم ويلعبوا زاد هم في الشامبيونز ليغ وكاف. سوسة معناها النجم الرياضي الساحلي وصفاقس إيكيبات باهية كيف كيف، إن شاء الله ربي يوفقهم في المسابقات القادمة. الخارطة تحسها تبدلت شوية، فما جمعيات عودت طلعت رجعت، هي جمعيات كبيرة، فما جمعيات أخرى هبطت شوية. كي نحكيو على المنافسة الإفريقية مثلا السنة الاتحاد المنستيري والملعب التونسي والنادي الصفاقسي زاد برغم اللي نتائجها ما كانتش كومي الفو لكن تشارك السنة، خذوا معناها فما فرق بعدت وفرق رجعت، شنو اللي خلى اليوم مثلا النجم الساحلي والنادي الإفريقي اليوم تراجعوا نسبيا؟ والله الاكثريه فلوس، حسب ما نشوف الازمه الماليه نتاع الانديه التونسيه هي معناها السبب اللي تخلي معناها الفريق يتراجع. مي حسب ما نشوف السنه البقلاوه مالوغوزمون البارح خسرت وعندنا المستير زاد روحت، هذيا تنجم تكون مش حاجه ماديه، تنجم تكون تابعه لونترونور وجوارات. بالنسبه للترجي هذيك مش تابعه سامحني انه مش مستنسين بالاجواء هذيك، نحكيو مثلا اتحاد منستيري اجواء كبيره من الجماهير الجزائريه حابين ولا كرهنا هذاك دور الجمهور، معناها مش مستنسين بالضغط الكبير هذاك على هذاك قد يكون سلموا في ترشح. صحيح الاكسبيريونس هي تلعب دور كبير، معناها كي تلعب في التيران تاعك ولا تلعب غاديكا، هما مشاو مونتالمون حسب ما نشوف ربحين انا زيرو لهنا، مي مالوغوزمون كانت ديكيبا الاخرى اقوى تنجم تكون، الجمهور زاد عنده دور مهم ياسر في الطرح، ان شاء الله ربي معاهم عام الجاي يعاودوا ينورونا كيما السنين. نحكيو قعدنا في السنوات الاخرانيه بر بعض المفردات ديما نعاودوا فيهم الفرق الكبرى كي يجوا يسموا الفرق الكبرى يسموا الاربع الفرق الاولانيين ولا تلقاها حتى مثلا اتحاد مستيري ما يعتبروش، حابين نكرنا في كمحللين ما يعتبروش من الفرق الكبرى، الملعب التونسي اللي هو فريق كبير كمحللين ما يكونش هو فافوري على غيره، بالرغم اللي كي تجي تقارن الخمسة على الأقل ستة فرق لونين فمش برشا فوارق باستثناء قد يكون الترجي التونسي، الباقي الكل نفس النيفو كل مرة يحضر ويغيبوا. هو كي تجي تشوف معناها باش تعرف ليكيبا قوية ولا لا، أول حاجة أبار اللعب نتاع الكرة كل شيء تشوف الشعبية نتاع ليكيبا هذيك، مثلا كيما نقولوا الترجي الإفريقي والإتوال والسي إس إس ما شاء الله عندهم جمهور عالمي معناها فهمت، حتى البقلاوة والليكيبات الآخرين مثلا ما نعرفش بيجا هذوك معناها شعبيتهم أقل فهمت، مي يقعدوا ليكيبات كبار بالطبيعة مش أنا باش نجي. السنة رجعت الملعب التونسي جماهير تحضر اكثر من العاد، اتحاد منستير يتنقلوا معها عدد كبير زاد. اي صحيح شفت في المباريات نتاع المولديه والاتحاد العاصمه عملوا معناها مشاو بالقداج وجمهور وكل شيء وقفوا مع قداج هي اللي تجيب الجمهور ولا؟ والله حب الجمعيه، حتى هاك تشوف النادي الافريقي عندها جمهور ما شاء الله والنتائج نتاعها عم ناول معناها كاتاستروفيك فهمت؟ سنين ان شاء الله ينورونا في البطوله، احنا نحبوا ماذا بينا اكثر معناها جمعيات تكون حماسيه وباش نشوفوا لعبه نظيفه معناها فهمت، وديما الشامبيونات تاع تونس تكون من حسن الى احسن. الجمهور ترجي صناع تاع المثال كالعاده رقم قياسي لابوني، رقم قياسي مش اول مره يصير، هي ديجا حطمت رقم قياسي نتاعها. احنا ماذا بينا يكبرونا في استاد نتاع رادس مثلا باش نزيدوا في لي زابونمون تاع الترجي تاع الافريقي تاع الاتوال تاع السي اس اس تاع اي جمعيه معناها باش تجي تلعب في الملعب الاولمبي تاع رادس ولا في اي استاد نتاعهم طيب المهيري ما نعرفش هذه نايفر نتاع البقلاوه. ما تشوفش من العار انه بطوله تونسيه بحجم البطوله التونسيه اللي اثبتت انها بالاخير من برشا بطولات عربيه تصفية افريقيه تتلعب في ملعب واحد ملعب رادس، ما تشوفهاش فضيحه هذه فرق الكل تلعب في ملعب رادس، معناها حتى من العشب ما عادش باش تنجم تصلحوا العشب خليها المدارج وخليها. صحيح والله مالوغوزمون ما نعرفش هذه ترجع للسلطه معناها اللي تابعه ما نعرفش الماتشويات وكل شيء ما نعرفش خاطر تو سامبلومون ما عادش اليوم للاسف شديد ملعب زويتن مازال كيرجعوه تحسهم بالكيف بيزو موا ملعب المنزه بعد ما توقف سنوات
مازالوا كيراجعوا في الاشغال اسافور وقتاش باش توفى. كان من الاعجز ما نعرفش انا فرق تونسيه الاخرى كي توزعها على الملاعب التونسيه ما تلقاش كل فريق عنده ملعب. والله الحقيقه هذيا راهو ما ترجعش للصلوحيه نتاع الملعب، ترجع الحقيقه الصلوحيه نتاع الملعب على خاطر هي الكاباسيتي مثلا كيما الكاف ولا ما نعرفش كيما الكاف تعطيك مثلا فما حاجات لازمك تكون موجوده صحيح السلامه نتاع الملعب تكون موجوده، الحاجه هذه متوفره كان في ملعب رادس وهو سلكناها كي موجوده في ملعب رادس معناها الحمد لله اللي نربوا في البلاد نتاعنا ما هزوناش المغرب ولا هزونا بلاصه اخرى. الحمد لله ملعب صفاقس لاباس ومشكله في ملعب سوسه زاد فيه مشاكل برغم اللي ميزانيه كبيره. انا كان تاع صفاقس ورادس احنا نلعبوا فيهم تاع تونس. هذا ملعب السير مش خايب المدارج ممكن. اي مالوغوزمون المدارج مش مأهلين معناها باش يلعبوا الايكيب نتاعهم، اوكي يجيو رادس مرحبا بهم اي جماعه. كاين مشكله في رادس. ملعب رادس كل يوم راه العشب الذر حتى الصيانه تاع الملعب هو بطبيعته شاد في كح. ابار الكاف والشامبيونز ليغ يلعبوا فيهم ليكيبات وكل شيء عندنا شامبيونات زاده وجاي الكوب على قريب وليكيب ناسيونال دونك ضغط كبير على الملعب تاع رادس وان شاء الله يلقاو حل في اسرع وقت باش نخرجوا احسن كاليتي تاع ماتشوي. اعتقادك ملعب المنزه وزويت وقتاش باش يشدوا الريتم ويرجعوا ملعب زويت ملعب المنزه مازال واقف. 2024 احنا 2030 به. يحضر 30 بي في تونس توا حسب الاوضاع وكل شيء، اما كان جات في بلاد اوروبيه ولا ما نعرفش بلاصه اخرى راهو نتاع مين يحضر معناها فهمت؟ راك تشوف الجزائر والمغرب ما شاء الله عليهم حتى ليبيا معناها عندها ملاعب سمحه اي عندها ملاعب هايله مش نورمال، راك تشوف حتى الجوارات نتاع تونس قاعدين يمشيوا ليبيا مش على تيرانيات قاعدين يمشيوا على الفلوس، هذا اهم حاجه معناها باش يطور من روحه زاد مش كان على الفلوس بركه باش يطور من روحه وكل شيء. انت مع اللاعب اللي يضحي شويه بالكارير كوره ويمشي الفريق اقل امكانيات المهم يضمن شويه فلوس مستقبل. والله الحقيقه كي تلعب في تونس وانت صغير تجيك اوبورتونيتي لبرا معناها باش تمشي تكور في الاوروب ولا ما نعرفش اي بلاصه هايله معناها فهمت؟ كي باش تطلعك انت كوتي جوير وكل شيء تولي تلعب مع ايكيبات كبار تولي تلعب شامبيونز ليغ نتاع الاوروب هذا حاجه باهيه مي مالوغوزمون قاعدين نشوفوا توا في جوارات التوانسه الكل معناها مش الكل الاغلبيه معناها قاعدين يمشيوا للخليج خاطر فيها اكثر فلوس الحقيقه. ما تشوفش البطوله الخليجيه زاد السعوديه وغيرها خاصه البطوله السعوديه بدرجه اقل قد يكون بطوله قطر او الامارات ولا عندهم نيفو كي نحكيو بطوله السعوديه استخدام بنجوم العالم مش فلوسك هاو يكذب عليك اللي يقول لك فلوسك هاو. والله الحقيقه هي في الخليج فلوس تيرانات جواريت اونترونور حكم لو جابوا نجوم كبار صحيت ولات من اقوى ولات تنافس في جماعه الاوروب معناها الدوري السعودي ولا ينافس في معناها في بقيه الدوريات. باعتقادك لوجيك الشهاري اللي ياخذوا فيها الجوارات نتاع الفرق التونسيه ولا والله انت ليش ومع الامكانيات والله انت والجوار نجمش تحكم على مثلا كيما نقولوا يوسف البلالي ولا بسام صرارفي ولا ما نعرفش جوار كبير معناها في اي كيبه تقارنوا بجوار واحد اخر معناها نعطيك اكزومبل هنا مميش من احسن ما فما مميش دجاج هو جاب البطوله وهو اللي خلى ترجي تترشح دار متقدم بار كونتر موش يخلص اكثر واحد ما وصلش حتى تقريبا نصف ترتيب الحقيقه مش مميش هو جاب البطوله معناها الجوارات الكل تمام لا نحكوا كان هو كان عنده دور كبير بالطبيعه هو تبدا من الجول حتى الاتاكون وعندك ديفونسوريت والميليو هما الكل جمعيه كامله من لونترونور للي حتى اللي كيني كل معناها ستاف تكنيك الكل الجمهور بالطبيعه ينجم يكون هو جاب معناها التيتر هذايا مي مميش ان شاء الله ما نعرفش قداش يخلص الحقيقه نتصور حاجه بيه ان شاء الله ربي يزيدوا ان شاء الله اي جوار يخدم على روحه ان شاء الله ربي يوفقه ان شاء الله ربي يعطي ما يتمنى معناها.